تحت رعاية جلالة الملك المفدى، يحتفي المجلس الأعلى للمرأة هذا العام بمناسبة يوم المرأة البحرينية والمتزامنة مع مرور 20 عاما على تأسيسه، حيث تفضلت قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس باعتمار موضوع يوم المرأة البحرينية تحت عنوان المرأة البحرينية في التنمية مسيرة ارتقاء في وطن معطاء. وأكد المجلس في بيانه الصادر بهذه المناسبة بأن اختيار هذا الموضوع يأتي منسجما مع عراقة الحضور النسائي ضمن عمليات البناء الوطني المتسق مع تطور الدولة المدنية البحرينية الحديثة القائمة على أسس العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين. وأشاد المجلس في بيانه برعاية الملكية السامية لهذه المناسبة الهامة بما تحمله من دلالات تبعث على الفخر والاعتزاز والتقدير بمكانة المرأة في المسيرة التنموية الوطنية. كما أشار البيان بأن توقيت الإعلان عن موضوع يوم المرأة البحرينية جاء ليتزامن مع احتفاء العالم العربي بالمرأة في الأول من فبراير من كل عام، وينطلق من التزام مملكة البحرين بمساندة تقدم وتمكين المرأة العربية. وأوضح المجلس في بيانه بأن مناسبة يوم المرأة البحرينية هذا العام ستتواصل من خلال فعالياتها ونشاطاتها المتنوعة بالتركيز على المستجدات في ظل الجائحة العالمية، وذلك لمواصلة كل ما يلزم لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية في إطار ما تخط مساراته الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.